ووصلنا الآن إلى إحدى الفقرات الجميلة معنا، نتحدث فيها عن أحد أحد هامات الفن اليمني اللحجي على وجه الخصوص. نتحدث لهذا اليوم عن القومندان. من هو القومندان ولماذا سمي هذا الفنان بالقومندان؟ أين عاش وما هي اهتماماته؟ هذا كله سنتعرف عليه ومعلومات أكثر في التقرير التالي. الحديث عن القومندان شجون وأشجان وقصائد جميلة وألحان وبعين لا ينضب، مهما نهلنا منه فهو نتاج غزير في مختلف الفنون، شاعر وملحن ومؤرخ وقائد عسكري ومهندس زراعي. لقد حوى القومندان كل ذلك. ترى، ما هو القومندان ولماذا أطلق عليه هذه التسمية؟ وأين عاش وما هي اهتماماته؟ وباختصار شديد، لقد كان القومندان موسوعة في مختلف مجالات الحياة. هو الأمير والشاعر والأديب أحمد فضل بن علي بن محسن العبدلي الملقب بالقومندان. ولد شاعرنا عام 1303 للهجرة، بما يوافق عام 1882 للميلاد، واستطاع بما هباه الله من إمكانات إبداعية أن يظهر في شخصيته تاريخ وتراث مدينة بأكملها، في مدينة لحج الخضيرة، ثم يصب عصارة إبداعاته ليملأ هذه المدينة شعرا وأدبا وغناء، وجعل من مدينة لحج مركزا إشعاعيا فنيا أضاء أرجاء اليمن والجزيرة العربية. كان شديد الألم لما يعانيه شعبه من ويلات، ويتوق شوقا إلى اليوم الذي يرى فيه وطنه وشعبه بل وأمته العربية، وقد امتلكت أهم حقوقها الإنسانية من حرية وعلما ومكانة كريمة بين الأمم. كان صحفيا بارعا، وله العديد من المقالات الناقدة والساخرة في مختلف المجالات التي كانت تعالج معاناة شعبه ووطنه. شهدت مدينة لحج على يده نهضة زراعية لم تشهدها أي منطقة من مناطق اليمن الأخرى، حيث جلب من خارج اليمن البذور الزراعية والخبراء الأجانب، فنتج عن ذلك أن امتلكت لحج بستانا من أجمل البساتين في اليمن، هو بستان الحسيني الذي بما حواه من أصناف الفواكه والزهور جعله من أهم وأجمل الرموز في أغاني القومندان. إذن هذا هو القومندان. نعم، فنان وعسكري وجيش وأمير زي ما حكوا في التقرير. ربما هو مذكور في الإنترنت وفي بعض المجلات وبعض المصادر أنه من أسرة العبدلي. أنا والله تفاجأت بالموضوع. بيت العبدلي مشهور جدا عندنا في صنعاء، ويحكى أن هذه الأسرة هي التي حكمت أيضا سلطنة لحج في عهد الاحتلال البريطاني. فكان الرجل يعني ذا سلطة وذا صوت جميل، وهو من أسس أيضا الأدب والفن العربي في 1925 في عدن. يمكن أيضا في هذه الفترة الذي ساعده أنه يقدر أنه ينتشر ويصل إلى قلوب الناس. أول ما بدي يطلع على الكاميرات والفوتوغراف شايفة، فهو كان من أول الفنانين اللي تصوروا وبدوا ينزلوا على حقهم مثلا الكاستات يبدوا يحطوا صورهم كذا. نعم، فكانت هذه حاجات اللي حببت الناس فيه أيضا أكثر، رغم أنه كان في بعض المحافظات يعني وبعض المناطق كان يحرم الغناء، خصوصا غناءه بالذات، لكنه ما سكت وانتشر وحاول يأسس زي ما كلمتكم نادي الأدب العربي في عدن، واشتغل على هذا الفن كثير، حتى أنه بيحكى أنه من مؤسسي أيضاً الزراعة في لحج وفي عدن. مثل ما تابعنا أيضاً. نعم. إذن تعرفنا على القومندان، هذه الهامة اليمنية الفنية خاصة في محافظة لحج الجميلة. محافظة الجنوبية ربما بشكل عام. صحيح. حبوه. إذن حمية.